قبل كان النشيد السوري إما بنعرض بالسينمايات بيطالعوا فيه صورة لرئيس الجمهورية ومكبرة ملات الشاشة وواقف كأنه عم يقولها بدوني يا ناس. فلما إجا الشي شكلي فكرت أنا أعمل نشأ جديد، استعملت العلم السوري بطريقة إخراج لطيفة يطلع ظريف. فساعة من الساعات أنا واقف على باب السينما بيجي شاب تحري بيقول لي من لك حق تساوي هذا، امشي معي على الأمن. رئيس الأمن قال لي شو القصة يا ابني؟ قلت له النشيد نشيدنا والعلم علمنا. أنا عملت له إخراج لطيف مشان إذا تغير رئيس الجمهورية ما يتغير النشيد. حرام. الصالة إلى ذكريات حلوة عندي. كنت أنا ابن 7 سنوات، يعني راح أحكي لكم أتذكر بعض الشغلات اللي مضى عليها 73 سنة. الصالة هي اتعمرت سنة 1917، ولما أنا كان عمري 7 سنوات تقريبا حضرت بروفا على المسرح باعتبار في مسرح إلها بروفا، وكانوا مهيئينها مشان يفتتحوها يعملوا افتتاح بوجود الملك فيصل بهذاك الوقت. كانوا عاملين له لوج فخم من المخمل الأحمر ومزين بأجمل الزيان، وكان وقتها صارت سنة 1918 لما افتتح الملك فيصل. في سالة سينما اسمها إصلاح خاني، كنت أقطع بليت وفوت أقعد ورا الناس كلها. لغاية شو الغاية؟ بدي أتفرج على غرفة الآلات اللي بقدر شوفها من ورا البلكون. كان مكنسيان بيظهر دائما يكون مشوي بخلي الباب مفتوح، وتجي هي أحلى فرصة لي
اتفرج شلون عم يحط بوبين، شلون عم يركب الفيلم، شلون عم تطلع صورة البحار والأشجار والسيارات وخلافه من الكرديلة الصغيرة. وقتها أنا كنت مغرم بالكهرباء، فلما شفت الكهرباء عم يحرك الآلات ويعطي النتائج، من وقتها بدأ غرامي بالسينما وبالكهرباء. كان وقتها عمري بيطلع شيء 11 سنة. لما صار عمري 14 والدي مريض وبرك بالفرشة. قلت له يا أبي أنا خلصت ابتدائي وبدي أطلع السادس. قال لي شو بتريد؟ قلت له بدي حق كتب. قال لي افتح العلبة يا ابني، لقيت مصاري خود. فتحت العلبة ما لقيت. قلت له أبي أنا بشتغل. قال لي بيش بدك تشتغل؟ قلت له بالكهرباء. قال لي وليش الكهرباء؟ قلت له رح يكون له شأن عظيم وهي العصر. قام حطني عند واحد صديقه تاجر كهرباء، وتميت عنده قدر سنتين حتى صار عمري 16 سنة. افتتحوا سينما جنينة الفرح واشتغل فيها عارض سينمائي. ما طول الناطق حتى اجى الشام. تقريبا بنفس الوقت اللي طلع فيه بفرنسا جتنا آلات ناطقة عالشام، تقريبا سنة 32 ماركتا جومون باريس. ونعرض عليه أول فيلم ناطق اسمه أنترو دان لمير، يعني ثقب في حائط. والناس كلها اجت حضرت الفيلم، لما شافوا السينما عم تحكي كان براسهم عقل وطار. بعد بضعة أسابيع إجانا منتج مصري جايب فيلم اسمه أنشودة الفؤاد. هالفيلم عم يوقفوا على الباب صاحب السينما، حطوا هالفيلم على الماكينات، اشتغلت السينما. الشعب العربي إجا شاف هالشوفي، الشايب سود شعره واللي شعره أسود بيض من أشوف اللي خلعوا فيهم، بسطوا كتير صاروا يسفقوا ويحيوا فرنسا ويحيوا الاختراعات الجديدة. بسطوا كتير لأنه على باب السينما مكتوب أول آلات سينمائية ناطقة فرنسية. صار الشعب يحيي فرنسا مشان خاطر السينما. أيوة. صاحب الفيلم عم يوقف على باب السينما هو بنفسه، ما بيخلي الطير يفوت إلا بتعرفة كاملة. تلميذ صغير، تلميذ كبير، عسكري، أبدا طفل رضيع بده عنه تعرفة كاملة. عم يهلك عشي بتلاقيه مستوي بنوب. لقيته قاعد بالمكتب تبع السينما، سلحبت فت لعنده قلت له يعطيك العافية، قدمت التحية. قال لي تفضل عود، شو بتريد؟ قلت له جاي اتشكر لك على المشروع تبعك، بس انا تعبت عنك. ليش كل المجاهدة اللي عم تجاهدها بالنهار مع الناس والشدة؟ قال لي يا ابني اللي ما بيعرف هذا الفيلم عملناه بفرنسا. قلت له وليش؟ قال لي مشان آلات تسجيل الصوت، استأجرنا استوديو إكلير بفرنسا ومع ذلك فرضوا علينا لازم ندفع عن كل متر بيتسجل $3. كلش؟ قال لي بعدين انتو بالسينما بشوفوا قدر 3000
يعني قدر 3000 متر الصورة والصوت. مو هذا التسجيل، في لسه نسخ وفي تشريك وفي أشكال كتير، يعني لكنا نحن ندفع مصاري. كل يوم المخترع، بس ما قال لي مين هو المخترع، قال لي كل يوم المخترع بيجي بيطلع بالعداد تبع الماكينة التسجيل، بيفتح شنطاته عد 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 من عبيله، يا ما بحسن يحملها قد ما بتنتلم. قلت له ليش ما عملتوه بمصر الفيلم؟ قال لي يا ابني ما قلنا لك بمصر ما في آلات تسجيل صوت بهداك الوقت يعني. قلت له إيه. ألف شكر على المعلومات. صافحته وتشكرت له ودعته ورحت على البيت، ما أجاني نوم. فما أجاني نوم، صرت أفكر بدي أعمل آلة تسجيل صوت على فيلم السينما الضوئي. صرت أستعرض شو كان ماضي على رأسي تجارب. استفكرت على أنه الفحم الكربون الجرافيت لما يكون شاعل أقل اختلاجات بالكهرباء التابعة له بيعطي إشارة، يعني أطفي مفتاح شيل المفتاح بيعمل سك على أي اختلاجات. فكرت بقى أني حط مضخم صوتي بهذاك الوقت. المضخم الصوتي مو موجود، لكن حظي كان سعيد لما كانت السينما الناطقة الفرنسية ركبت بسينما العباسية. كانت العباسية بالعالي فوق، تحت كان كبري، كان عندهم مسمينه هني فونوغراف كهربائي، هو عبارة عن خزانة شبك ظريفة فيها مضخم أمبليفيكاتور، فيها هوبرلور، فيها بيك أب للأسطوانات. قال انتزع معهم الفونوغراف الكهربائي. سألوا مسيو شماس صاحب السينما، قال له سألوا هذا نزيه بركي بيعرف يسوي لكم اياه. قالوا لي هذا انتزع ممكن، ناله رأسا هاتوه سوي لكم اياه. بعتوا لي على البيت جابوه. بعد ما صلحته واشتغل الامبليفيكاتور اللي اسمه فونوغراف كهربائي، فكرت اني اعمل ربط من مخرجه الصوتي الى كهرباء الفحمات بربط قانوني نظامي، يعني بده فلتراج، بده ريزيستانس، بده كوندنساتور، بده. عملت له ربط قانوني، حطيت اسطواني غنائي على البيك اب، مشيتها، صرت اسمع الشرارة عم تغني. طبعا انا وقفت الهوبرلور تبع الامبلي، سمعت الشرارة عم تغني رأسا. عملت علبة موقت، علبة خشب سوداء، ومجنبة علبة تانية، وحطيت فحمات رفاع من قلم رصاص، شقيت القلم رصاص، طالعت الفحمات هدول مثل فحم الجرافيت نفسه. عملت لهم أرك صغير وشعلتهم، صارت هالشرارات تغني على هوا الأسطواني. حطيت شقفة فيلم طولها مثل 10 سنتي بس، العلة بخيل بحب وفر. ربطت إلى من الرأسية، ربطت لها شقف فيلم وركزتها بالمكنة العتمة، وحطيت بين الفحم وبين الفيلم، لزقت بالفيلم شفرتين حلاقة، خليت مسافة ضيقة بيناتهم، يعني شيء لا يذكر. شغلت الصوت، الشرارة غنيت، سحبت الفيلم وطفيت كل شيء إضوي. قمت شقفة الفيلم قصيت اللي هي 10 سنتي، ظهرتها بكاسي الأدوية، حطيتهم بكاستين ثلاثة، ظهرتها، حطيت النظارة، أخ طلع موجات، خلاص انتصرنا. بين الغصون
سنة 42 كان في ديغوليين بالبلد، لما شافوا الآلات اللي أنا عاملها ما صدقوا، طرقلهم. قال بتشتغل معنا؟ قلت لهم إيه بشتغل. قال بس ببيروت؟ قلت له إن شاء الله يكون باليابان. حملت الآلات ونزلت لبيروت. ما مضى علي كم شهر إلا هو بيجي أحمد جلال صاحب استوديو جلال بمصر، طلب مني صور له بعض المناظر بلبنان. صورت لي هون وكان مسرور، وقال يا ريت كان عنا آلة تسجيل صوت. قلت له عندي آلتين. قال بتشتغل معنا؟ قلت له إيه. وافقت لأنه كنا نعبد شيء اسمه مصر. ولما رحت كنت مفتكر إنه رح ألاقي الاستوديو تبعه الجامع الأمولة، قمت لقيته عبارة عن جراج صغير عالداير فيه رفوف وكم بروجيكتور وبس. كانت الحالة الاقتصادية بمصر عدمانة جدا أيام الملك فاروق، وكان بدك بالكماشة تنتش القرش من إيد الزبون. وكان أحمد جلال كل يوم بيسألني تحب تمسك إيه عندنا، وأنا أقول له بدي أرجع على الشام. يومها كان نحاس عم يبني استوديوهات فخمة جدا، وسألني يا ابني ليش بدك ترجع على الشام؟ قلت له بدي أرجع أعمل أفلام. قال لي أفلامه بالشام؟ الشام صحراء. جيت على الشام استأجرت الصالة اللي نحن فيها لأنه قرر أني أعمل صناعة سورية سينمائية. المكان اللي أنا قاعد فيه هون حسب ما بتذكر هذا من بقايا الغرف أو الصالونات اللي كانت بفيلم نور وظلام. هالمكان عبارة كان عن صالون كان منظم. هالصالون أحد أمكنة بيت واحد مستهتر فاتح بيته لابتزاز الأموال، يعني بالحلال بالحرام القصد يجمع مال. فرح أفرجيكم من آثار الديكور. هذا الديكور اللي هلأ أنتوا شايفينه مهري ودايب مثل ما أنا دايب، بقى باعتبار مضى عليه 50 سنة ودلف مطر وأمطار وغيره وغيراته، انهار. ولكن في إشارات بتثبت وبتدل على أنه كان مرتب وظريف. مثلاً هلأ بحالته الحاضرة عم نشوف هالورق المهري المنتف. هذا كان أصله من الخلف في فطاطي خشب ومسمور عليه مثبت قماش، وفوق القماش كان هالورق هذا ملزق على القماش بشكل منظم وظريف وفعلا ديكور. واللي بيثبت انه كان منظم هالديكور مثلا عندكم هلا هالنجوم، نجوم هون هون هون، كان بكل مفرق مربع بهالمربعات نجوم. فالزمن أكل البوية وأكل الورق حتى مضى عليه بهذا الشكل.
الفيلم اللي عملناه نور وسلام نزولا عند رغبة المستثمر المبتز اللي شاركني بالفيلم، عرضني بكل أفكاري السابقة إلا بده يعمل الفيلم اللي اسمه نور وظلام. فيلم حلو عادي بس ما هو اللي هي غايتي أنا أظهره. أنا كان كل قصدي أعمل فيلم تاني عبارة عن منشوف سفينة فضاء جاية من الكوكب، شكلها بيضوي، لها أجنحة حلزونية على الدائر، حلزونية بتنزل بالتدريج، بتنزل بالبراري بالبساتين. الناس شافوا شوفي شي بدهم يهربوا، شي بدهم يهجموا يتفرجوا. انفتح باب منها، بينزل منها شاب لبق مو بشيء بيشبه سكان الأرض. قال لهم سلم عليهم، قدم التحية والسلام، جاوبوا فهمون انه هو جاي بالإشارة عم يحكيون، بس عم يفهموا عليه انه هو جاي لسكان الأرض مشان يتعلم شوي من أخلاقهم الجيدة، مشان ينقل اللي بيشوفه واللي بيسمعه للكوكب اللي هو عايش فيه. فالمرسل هذا اللي جاي من الكوكب بيشوف شغلات كتيرة ما بتعجبه، بيقوم بنشوفه قال أنا جيت لأتعلم من سكان الأرض الأشياء الجيدة، لكن بكل أسف موجود من الجيد موجود من السيء، بس من السيء موجود عدد أكثر، مالي بمعشرهم. بيركب سفينته اللي هي مثل البيضة جناحاتها حلزونية وبيروح. رح نعرض لكم شقفة من مما بقي من فيلم نور وظلام، أدى دقيقتين ثلاثة لأنه مضى عليه الفيلم 50 سنة اللي تشرك واللي باع.
هالآلات هيدي بتحب شي توصي هيك فيهم بعد هيك؟ بفضل ما ينباعوا ويموتوا بالغبار مثل ما أنا بدي موت. بفضل إنه ما ينباعوا. يعني هيك طبعي أنا، ما يبيعوني، يتركوني يموتوا مثل ما أنا بدي موت. بتعتقد أستاذ نزيه إنه الآلة بتموت؟ كل شيء فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء بيموت، كل شيء بيموت، لأنه كل شيء بينسى ممكن يموت. صح. ما في شك، كل شيء بينتسى بيموت. هلا براسي مشروع كبير، هذا عم فكر فيه من قبل فيلم نور وظلام، تقريبا من سنة 28، لأنه الناس بدها دائما شيء جديد بالسينما، والفكرة اللي عم فكر فيها هي سينما نافر، بمعنى أنه لو الممثل مد إيده طالعها من الشاشة بده يصافح أول زبون عم يتفرج. لحد هلا وصلت باختراعي الى 85%، باعتباري موسوس كتير وبحب العمل يكون كامل تماما حتى ما حدا ينتقدني، قررت ما نزل اختراعي للسوق قبل ما اتقنه 100%. تقدر تشوف وانت عم تشتغل؟ شايف مثل نور القمر ونور الشمس، وعم غمض عيني، عم تحرقني عيني من كتر الشمس المئوية. منين الشمس شايفة انت؟ من نافوخي. طيب وضع عيونك كيف؟ بصراحة العين هي اللي فيها قرص فلافل فوقها، هي عاملها عملية أنا، قايمين من جوا العدسة المي الزرقاء قايمينها منها، وحاطين هالكزلوك هذا الغليظ على العين بدل العدسة المائية اللي قاموها من العين. والعين الثانية هي ما بشوف فيها أبدا، بدها عملية. والعملية اللي بدي أعملها بدي تم 3 أشهر ما طخي. فأنا لما عملت عملية هي كانت الرهبة كل ما طخت لي لا ارفع راسك ارفع راسك، الممرضة يعني الرهبة،
وكانت دائما تنبهني، وكنت عايش لحالي بالبيت. شلون بدي أعمل عملية تانية وما في مين ينبهني لا تخي راسك وهيك شغلات. والمشروع هالمشروع اللي أنا بدي أعمله للناس يكونوا مسرورين، أنا محروم من الرؤية اللي عم يشوفوها الناس. أنا عم بشتغل بدماغي. السينما النافرة موجودة بالعالم، مو أنا اللي اخترعتها، ولكن الطريقة اللي أنا عم صنعها تمتاز عن كل شيء عمله غيري لحد اليوم. لأنه اللي اخترعه غيري الفيلم لازم يمشي بالعرض، يعني بشكل أفقي وإله آلة خصوصية. الجهاز اللي أنا عم بعمله بيركب قدام أي كاميرا سينمائية، ونفسه بنحط قدام أي آلة عرض سينمائية عادية. بس الشيء الوحيد اللي مخوفني اليوم انه يغدرني الوقت وما اقدر كمل مشروعي تيشوفون الناس ويفرحوا فيه. بدال زوجتي الله يرحمها وأولادي وبناتي، ما عاد صفي عندي حدا بهالبيت غير هالخردوات اللي أنا عايش بيناتها اللي هني أصدقائي. مثل ما بحطهم برجع تاني يوم بلاقيهم. هدول الخردوات اللي هني أصدقائي، أنا عارف شو رح يكون مصيرهم من بعد ما ماتي. أولادي أكيد رح يرموهم من الشبابيك على الشارع. هذا اللي شايفه بعيني، هيك الدنيا.